أقول العاطفة ربما تكون عاطفة. كثير من الناس يندفع وراء العاطفة، يندفع وراء العاطفة بدون أن يفكر ويقدر وينظر في الأمور، وهذا أعني الاندفاع وراء العاطفة سيحول هذه العاطفة إلى عاصفة، لأن العاطفة إذا لم يكن لها ثوابت من الشرع والعقل أرجت بصاحبها إلى الهلاك، أرجت بصاحبها إلى الهلاك لا شك. أنا لا أقول تكلم بلا عاطفة، لأن الكلام بلا عاطفة قد يكون ميتا، لكني لا أقول تكلم بعاطفة حارة تحرق ما أمامك، تكلم بعاطفة موزونة بإيش؟ بالشرع والعقل. لو أننا سرنا وراء العواطف لهلكنا وأهلكنا، وما أكثر الذين يسيرون في هذا الزمن بالعواطف بدون أن ينظروا للنتائج وبدون أن يحققوا في الأمر، وهذا خطر عظيم على دينهم ودنياهم. أضرب لكم مثلا بسيطا في الفرق بين العاطفة وبين التعقل. دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر والصحابة حاضرون، فتقدم إلى ناحية من المسجد فجعل يبول في المسجد لأنه جاهل أعرابي، البول في المسجد حرام، فصاح به الصحابة رضي الله عنه، زجروه نهيا شديدا. لماذا؟ لأنه فعل منكرا. ما الذي حملهم على ذلك؟ العاطفة الدينية، غيره على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبول به رجل أعرابي، زجروه، ولكن الذي أعطاه الله الحكمة قال دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا بوله عليه، فتركوه. لو أن هذا الأعرابي انساق وراء عاطفة الصحابة الذين زجروه لحصل أحد أمرين: إما أن يقوم مكشوف العورة لئلا يصيب البول ثوبه، وإما أن يستتر فيصيب البول ثوبه. هذه من جهة. من جهة أخرى، لو قام مكشوف العورة لكان البول لا ينقطع من رواحه، ينقط على جهة أخرى من المسجد، فينجس من المسجد أكثر من مما سبق. ولهذا كان حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق عاطفته، قال اتركوه، فتركوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ماء على البول. إذا صب الماء على البول زالت المفسدة ولا زالت؟ بماذا؟ في التطهير، طهر المحل. ثم دعا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عامله بحكمة ولطف، وأما الآخرون الذين قاموا وصاحوا به فبعاطفة عاطفة. فأنا أقول وأوجه هذا القول لكم ولمن يبلغه قولي: يجب أن لا تحملنا العاطفة على تصرف تكون نتيجته سيئة، وتكون هذه العاطفة عاطفة. يجب أن نتأمل.